ماشي ايه 41 بس مين الاكتر مين الشائع الاو صح الكلام طيب نبص على الصوره دي ونطبق على الكلام اللي احنا قلناه ده الاي بي او سيستم انا عندك الار بي سي زي السيرفيس بتاعنا وعندك البلازما اهي وعندك البلاد طيب الار بي سي لو عليها انتيجين ايه والبلازما فيه انتي بي يبقى دي بلاد جروب نوعها ايه شاطر انتيجين بي والبلازما فيها انتي ايه يبقى دي بلاد جروب بي عندنا انتيجين ايه وبي وما فيش انتي بادي يبقى ايه بي عندنا ما عندناش لا ايه ولا بي لكن في انتي ايه وانتي بي يبقى دي بلاد جروب او او زيرو شطار طيب لو جينا نشوف السلايد اللي بعد كده نفس الكلام انا بلاد جروب او على الانتيجين ايه والانتي وصلت الصوره نفس الكلام اللي احنا قلناه عشان الوقت ادي جدول بيورينا الكلام اللي احنا قلناه كله سهل وبسيط الفينوتايب ان انا اقول لحسين يا حسين انت في صيد الدم ايه قال ايه اي بي زائد يبقى ده ايه اسمه الفينوتايب ده الشكل الظاهري بتاعه الجينوتايب بتورث ازاي الانتيجين وادى الانتيبادي اللي اتكلمنا عنه البرسنتج اوف بوبيليشن يدي لمين وياخد مين اتكلمنا عنه وصلنا في الاخر ان اليونيفرسال ريسيبيانت هو مين الاي بي اليونيفرسال دونر طيب بالله عليك انا عايز اسال سؤال كده بس ما تخافوش من حسين حسين بلاد جروب اي بي متعاون معاكم يا جماعه واللي عايز معلومه بيديها له واللي عايز حاجه بيديها له ولا بيلم معلومات بس؟ بيلم من وراه ما مش عارفه بيني وبينكم بس زي ده بيلم كل حاجه يعني هو اي بي الاو بقى الناس اللي هم كلهم او دول لا بيذاكروا ولا بيعملوا بيجمعوا الحاجات دي اداها لحسين صح الكلام يا جماعه؟ ده بس عشان افتكر بس يا جماعه وضحت الصوره ادى الايه؟ الاي بي او سيستم. طيب الار اتش سيستم انا خلي بالك انا ممكن اقسم البلاد جروبز اكوردنج تو ذا بريزنس اور ابسنس اوف اذر انتيجين اسمه ريسس فاكتور او انتيجين دي سموها ريسس فاكتور لان اول ما درسوها درسوها في افريقيا على حاجه اسمها الريسس مالتس خلاص؟ اللي هي قرود من انواع الريسس فوجد في البني ادمين فيه فاكتور اسمه ار اتش فاكتور الاقيه في 85% من البوبيوليشن فبقول عليه ايه؟ بقول على البوبيوليشن ده هي ار اتش بوزيتيف يبقى ار اتش بوزيتيف تعني ايه؟ ان الار بي سيز عليها سيرفيس انتيجين دي او ار اتش امال ار اتش نيجاتيف مش هلاقي السيرفيس انتيجين ده وضحت الصوره؟ طيب في الاي بي او سيستم قلنا ان في انتي بادز الاقيها او ما الاقيهاش لكن نورمالي في الار اتش سيستم ما الاقيش انتي بادز اجينست الار اتش سيستم نورمالي لكن اب نورمالي لو واحد خد الكومباتبل بلاد ترانسفيوجن يعني نقل دم غلط يعني هو مثلا على سبيل المثال بلاد جروب او نيجاتيف خد او بوزيتيف ده كده انكومباتبل مش زي بعض او ان ده او ده او لكن واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف اخاف من مين؟ من الاو بوزيتيف اللي تتنقل للنيجاتيف لان النيجاتيف ما عندهاش الانتيجين ده صح ولا لا؟ كلام كويس يبقى بالتالي تبدا تظهر الانتي بادز يبقى الانتي بادز اجينست الار اتش سيستم نورمالي نوت بريزنت ان ذا بلازما لكن ممكن يحصل لها اندرشن نتيجه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن او لو واحده حامل بقى واحده ار اتش نيجاتيف متجوزه واحد ار اتش بوزيتيف خلفت عيل حامل بعيل ار اتش بوزيتيف اثناء الولاده جزء من دم الجنين يروح للام فيعمل ايه يعمل اندكشن للانتي بادز عندها كونديشن اسمها اريثروبلاستوزيس فيتاليس ده اوقات ممكن تسبب الوفيات للاطفال بعد كده يعني تلاقي واحده تيجي تشتكي تقول للدكتور ايه يا دكتور انا الحمل الاولاني بتاعي كان عادي والعيل نزل كويس الحمل الثاني كان مش كويس لكن العيل العام نزل مصفر وسيبت انيميا العيل الثالث نزل ميت عيل الرابع نزل ميت السبب ايه؟ ان هي ار اتش نيجاتيف وجوزها ار اتش بوزيتيف خلاص العيل الاولاني السبب في وجود انتي بادز للار اتش موجوده عند الام فالعيل الثاني استقبل هذه الانتي بادز دمرت الار بي سي بتاعه العيل الثالث كانت الكميه اكبر فموتته وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب قبل هقول النقطه دي وبعدين عايزكم بقى ايه هديكم مثال وهقول للناس اللي انا قايلها ديت تقول لي ايه ماذا نعني بها بس ناخد الفرق بقى
ما بين الاي بي او سيستم والار اتش سيستم انتي فايروس. ركزوا معايا دي نقطه مهمه قوي تصير شورت اسم. الاي بي او انتي فايروس اتفقنا انها ايه؟ اول حاجه نورمالي بريزنت اور ميبي ابسنت. بريزنت في مين؟ واحد في فصيل الدم ايه؟ عنده انتي بي. واحد فصيل الدم بي عنده انتي ايه. واحد فصيل الدم او عنده انتي ايه وانتي بي صح؟ لكن نورمالي برضك ابسنت في واحد فصيل الدم اي بي. يعني بمعنى اخر ان الاي بي او سيستم انتي بادز ميبي بريزنت اور ابسنت نورمالي اكوردنج تو ذا تايب اوف بلاد جروب. تاني حاجه عندي ان الانتي بادز لو وجدت يا اما تكون انتي ايه يا انتي بي صح؟ او الاثنين مع بعض لو بلاد جروب او. النوع بتاعها لما تسمعوا في الاميون سيستم سواء في السيرش او مايكرو بيولوجي في حاجه اسمها انتي بادز وعرفنا انواعها. سمعنا عنها يا جماعه؟ امينو جلوبولين اللي هو جامد، امينو جلوبولين جي اي ام اي دي دي انواعها. امينو جلوبولين جي، امينو جلوبولين اي، امينو جلوبولين ام، امينو جلوبولين اي، امينو جلوبولين دي. نحفظها بكلمه جامد او واحد يقول لك ماجد. وضحت الصوره؟ طيب النوع هنا اميونو جلوبولين ام، افتكرها كده ام عكس كلمه لارج، مش لارج فيها حرف الجي عكس اعكاس المفروض ان اللارج يبقى جي، لا معكوسه. اي اميونو جلوبولين ام يعني لارج مولوكيولار ويت، افتكرها كده ان الثانيه معكوسه مع ديكها برضه. يبقى دي لارج مولوكيولار ويت، المولوكيول بتاعها كبير وبالتالي مش هتعدي البلاسنتا وبالتالي مش هتروح للجنين، ما خافش انها تعمل مشكله للجنين. لكن ممكن يحصل الكومباتبل بلاد ترانسفيجن زي ما بقول كمان شويه. امال الار اتش انتي بادز نورمالي ابسنت، مش هلاقي لك نورمالي، مش هلاقي انتي بادز اجينست الار اتش سيستم، لكن ممكن يحصل لهم اندكشن الكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، او لو واحده ار اتش نيجاتيف متجوزه واحد ار اتش بوزيتيف. لو وجدت بقى انديوز هيبقى اسمها انتي دي. نوعها ايه؟ اميونو جلوبولين جي، لانه سمول عكس مش قلت لك شوف الحرف ام موجود فين؟ هل هو في لارج ولا سمول؟ لارج فيها جي يبقى اللارج ده هو اميونوجلوبولين ام. سمول فيها ام يبقى السمول هو اميونوجلوبولين جي. عكس اعكاس عشان احفظها بس ده بتاع الحفظ. يبقى اميونوجلوبولين جي اوف سمول مولوكولار ويت وبالتالي كان كروس البلاسينتا وبالتالي ممكن يؤدي للكونديشن اللي انا قلت عليها اريثروبلاستوزيس فيتالس. اظن سهله. لو قلنا اوتلاين ذا ديفرنس بتوين اي بي او انتي بادز اند ار اتش انتي بادز سهله ولا صعبه يا جماعه؟ طيب قبل ما ادخل بقى على البلاد ترانسفيوجن عايز اسال سؤال. لو قلنا واحد فصيل الدم اي بوزيتيف واحد فصيل الدم اي بي نيجاتيف تعني ايه؟ علشان انا عايز حسين وابراهيم ووليد واسامه هيجاوبوا صحصحوا بقى. لما اقول لك واحد فصيل الدم ايه بوزيتيف تعني كذا ممكن تصير صيغه ام اس كيو برضه. ايه بوزيتيف تعني ايه؟ هقول له ان انا عندي هذا الشخص عنده سيرفيس انتيجين A وعنده سيرفيس انتيجين D او ار اتش وعنده انتي بي صح ولا لا؟ بس كسيستم سيستم البوزيتيف ده تعني ار اتش سيستم والاي تعني الاي بي او سيستم. يبقى واحد فصيل الدم ايه بوزيتيف تعني ان عنده سيرفيس انتيجين A وانتي بي وعنده سيرفيس انتيجين بي. طب واحد فصيل الدم اي بي نيجاتيف تعني ان عنده سيرفيس انتيجين اي وسيرفيس انتيجين بي لكن ما عندوش انتي اي ولا انتي بي وما عندوش سيرفيس انتيجين دي. وضحت الصوره يا جماعه؟ ركزوا بقى. حسين هيقول لكم انا فصيل الدم اي بي علشان كذا. قول يا حسين اي بي اي بي بوزيتيف مش انت فصيل دمك اي بي بوزيتيف؟ يعني ايه بقى اي بي بوزيتيف؟ عندي اي وبي عندك سيرفيس انتيجين اي وسيرفيس انتيجين بي وعندك الانتي اي ما عندك شاطر ما عندكش الانتي اي ولا انتي بي. طيب الايه البوزيتيف دي تعني ايه؟ دي شاطر عندك سيرفيس انتيجين دي شاطر يا حسين. ابراهيم فين ابراهيم؟ قول يا ابراهيم انت بتقول فصيل الدم يا جماعه او بوزيتيف معناها ايه يا ابراهيم؟ لا عندك سيرفيس انتيجين A ولا سيرفيس انتيجين B لكن عندك انتي ايه؟ انتي ايه وانتي بي شاطر. امال البوزيتيف بتاعي ايه يا ابراهيم؟ عندك سيرفيس انتيجين B شاطر. وليد فين وليد يا جماعه؟
يا وليد انت فصيله دمك او نيجاتيف، تعني ايه يا وليد؟ يعني ما في ولا سيرفس انتيجين، يعني ما عندكش ولا سيرفس انتيجين، عندك انتي ايه ولا انتي بي ولا انتي دي. طب عندك انتي بادز؟ عندي انتي بادز الاي والبي. شاطر، انتي ايه وانتي بي. طيب البي بوزيتيف مين؟ اسامه. عندي انتي بادز ايه. انتي ايه شاطر، وعندك الانتيجين ايه؟ بي. بي وعندك انتيجين دي. طيب سؤال مهم وسهل قوي كده في الميسيو، مين بقى؟ احنا قلنا ان الـ AB is a universal recipient، صح ولا لا؟ انت AB بوستر؟ ما شاء الله. طب احنا هنقول بقى الميزه ايه؟ خلي بالك هقول لك ليه، مش هتشوف حالك كل حاجه ما شاء الله طبعا، بس هتقول لي حالك. واحد في سن الدم او يبقى ده يونيفرسال دولار، بس ابراهيم بيقول يا جماعه صح صح معايا يا دكتور، انت لسه قايل لي في AB بوستر و AB نيجاتيف. مين بقى اليونيفرسال ريسيبيانت؟ هل الاي بي بوزيتيف ولا الاي بي نيجاتيف ولا الاثنين؟ شاطر. اي بي محدش يقول عربيتنا يا جماعه. خلاص؟ اي بي بوزيتيف يعني بصوا يا جماعه اي واحد فيكم ابراهيم محتاج دم ياخد منه. بصوا هو الامر. لان يونيفرسال ريسيبيانت. ماشي الكلام؟ طيب الدونر بقى اللي هو الاو، هل الاو نيجاتيف ولا الاو بوزيتيف اللي هو اليونيفرسال دونر؟ نيجاتيف. ممتاز، مش انا قلت؟ انا ببص على الانتيجين، هو ما عندوش انتيجين. ادي الكل. يبقى الـ O نيجاتيف از يونيفرسال ايه؟ وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. النقطة اللي بعد كده هنتكلم بقى على البلاد ترانسفيوشن، خدوا نفس عميق كده يلا يا جماعة.